الحقيقة أنا أشوف بأن السريان أصابهم غبن، والغبن كان كثير، لأن واحد لأن الدستور هو الكفيل الضامن لحقوق جميع المواطنين العراقيين وعلى مستوى الفرد الواحد. فأنا أسأل شلون يتهم الشعب كامل بمثقفي بتاريخه بحضارته بوجوده. والسريان طبعا ما يريدون أن واحد يتكلم عنهم، لأن السريان يحتل بهم كفاءات ثقافية وأكاديمية وبها أحزاب وبها منظمات، وفي مقدمتهم أصحاب السيادة المطارنة الأجلاء اللي إحنا نقدر أن ندافع عن حقنا ونثبت اسم السريان بالدستور وبالبطاقة الوطنية. وعلى لجنة الدستور أن تحفظ حقوق كل مواطن يعيش على أرض العراق، وهذه ليس منا من لجنة الدستور، وإنما حق المواطن في وطني هو هذه أبسط الحقوق الموجودة. فأني أدعو اللجنة الدستور أن تضمن الدستور فقرة السريان وفي البطاقة الوطنية السريان. بس كاقتراح شخصي أنا أقترح بأن يتضمن كلمة المسيحيين، وهذه تعني جميع الطوائف المسيحية في الدستور. وهذا طبعا راح أني هذه وجهة نظر خاصة، لكن احنا ما نريد واحد يتكلم عنا او بالنيابه او ما نوكل واحد يتكلم عن السريان. احنا ناس لنا تاريخنا ولنا حضارتنا، وبينا من يدافع وبينا من يحق الحق